شلون حجينا؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. ضايج وقاعد وضايق روحك يمكن. شنو اللي فرح يعني؟ شنو اكو امل؟ يعني شنو؟ قدمات عطالة يعني قدمك تصير؟ بعد اي خيرك ما عندي شان. رجال متقاعد يعني عسكري متقاعد. بس قد راتبك؟ راتبي 500 492. شنو خدمتك؟ خدمتك 25 سنة. وراتبك 492 خريجة إدارة اقتصاد سنة 80-81. أحمد زين يشير هذا الحكي. هذا أبدأ حكي ويا كل واحد اللي بهالبلد. هذا خدمنا البلد. شنو اللي سويناه إحنا؟ خوش. يعني يصير يتكفي الشاشة تكفيها 450 طبعا. قاعد الظلم. لا ملك الحمد لله شكرا. الحمد لله. أهم شيء إنه قاعد ملك الحمد لله. لا ليش واحد هذا يقول لك ملك ومنطقة زينة قاعد؟ بس ما يصير يعني أدويتي يعني مال قلب ومال عجز والله بال 300-350 عاد المراجعات للطبيب. يعني خليهم رحمة، خليهم يعرفون الله. بس الحكاية خليهم يعرفون الله. أكو حساب وكتاب يوم القيامة. كافي عاد، كافي ظلم وكافي استهتار وكافي. كان دولة ونظام وانضباط وكل إنسان يفوت بطوله. هسا نخاف أن نمشي ونتلفت عمي الساعة بالعشرة يتبس ولدي يطبون. أخاف عليهم. خاف لتحكي ويا مواطن اللي يقول لك جيب عمامك وجيب مدري منو ويسوي لك الدق العشارية وطب محل تعليقات. يعني حذر انا بحياتي. ولذلك ماكو شيء، ماكو فد امل او بريق بالافق. زين عليه يعني انت انتابنا الكآبة، انتابنا اليأس الاحباط. يعني ماكو متنفس. الاختناقات المرورية هذا ولا احنا كان المفروض احنا نقعد بمقاهي راقيه تليق باعمارنا، تليق بمستوانا الثقافي العلمي الدراسي. احنا مو هالشكل. احنا جيل يسمونه الجيل الذهبي اللي عيبون عليه. ماكو جيل الطيبين. الجيل الذهبي زين او جيل طيبين او جيل ايام زمان زين يعيبون عليه. وشكل ايام زمان لا عمي، كان اكو شغل وكان اكو عمل وكان كذا. واتر بام عاطل يصلحونه، السيارة عاطل يصلحوها. تعال شوف هسه كل السيارات يعني كلها الاشغال. شوف مر انت مر على الشيخ عمر المي استيراد، مر على الشيخ عمر شوف كلهم قاعدين هالشكل. واحد يبوع على الاخ ويلعبون دومنا يعني لو طاولي ولا يعني حكي. ما يصير. صناعة دمرت، الزراعة دمرت، كل المرافق الاخرى، المستوى العلمي انحطاط، تصحر اخلاقي. هذا يعني ما كل شيء اقدر احكي لك يعني. بس وقتك انت مضيق يعني. يعني رات الحرامي شنو حرامي؟ يبوك مليارات وكذا ورا اسبوع وفلان حرام. حرام جيبه ذبه بالسجن وعرضه قدام العالم حتى من غيره ما يسويها. شنو اللي يطب واحد يعتدي على ضابط بالشرطه زين مرسوم جمهوري نجمات على كتفه وما حد يحاسب هذاك الشخص ويظل 6 أشهر دعوة أجيبه وأذبه بسم قبل أو اعتداء على موظف أثناء تديت المواطن. وحتى المواطن أكو يعني ما يصير الاعتداء عليه لأن اثنيناتهم تحت العلم العراقي. المواطن والموظف ما زال إيش وقت ما يكون قانون محترم ودولة قانون إحنا بخير. بس لكل من هب ودب تمشي تخاف تحكي. انت تقول لي ليش متكئب؟ والله بي انا اقدر امشي ورياضي وعسكري بي قوه لكن اخاف اختلط. ما عندي اصدقاء، اصدقاء كلهم هاجروا. اخاف احكي حكايه وزيل وتخدش وتدخل بها موضوع طائفي ويدخل موضوع بها عشائر وكذا. ولا يقول لك تجيب امامك وانت فلان جهه وانت فلان، انت بعثي، انت شيوعي، انت مدري قومي. انت ماكو واحد ما يحب العراق، ماكو واحد ما يحب الإسلام، ماكو. بس مو شكل عيب عيب.